البسري بين الخوف الحقيقي والخوف المرضي. الخوف الحقيقي ينتج عن تهديد حقيقي لإشباع الدوافع الفطرية. من هنا يبدو مفهوما وعلى الرغم من ضدنا وسريانا وندمر علاقات عمرها إلهام عيسى مطلع اليوم في عنا ندوة التي هذه الندوة التي أقيمت في محافظة الحسكة أو بمنطقة الحسكة، وأيضا هذه الندوة ستقام بمدينة الرقة ودير الزور والقامشلي. هذه الندوة والندوات التي تقوم في المناطق التي عددتها سابقا تضم هذه المحاور. أول المحور هي العلاقات التاريخية بين الشعوب، المحور الثاني راح يكون الحوار السوري والحوار مع المعارضة، والمحور الثالث راح يكون الإدارة الذاتية والحوكمة. نحن من خلال المداخلات اللي كانت موجودة من قبل الرفاق الموجودين ضمن هذه الندوة كانت المداخلات قيمة، ونحن من خلال هذه المداخلات سنعتمد على صيغة نجمع هذه المداخلات جميعها في انتهاء الندوات التي ستقام بكافة المناطق، ونتبنى موضوع إما أن نقيم مؤتمر أو نعتبره ملتقى حواري، وإن شاء الله هذه الندوات ستلقى صدى كبير بهذه المنطقة وتكون هو الحل السليم للوضع الموجود بشمال شرق سوريا. أقول معك في شاشة الزراعة ظهر لأول مرة حصل الإنسان على قائمة عن الثلج، فتجاوز عن بناء البيوت دولة وظهور القرى والمدن والشكل السياسي أول لما مات المدينة، فيقول ظهر التجارة نشطة. هذه التجارة أول طريق تجاري في العالم هو طريق الحرير.